لماذا يخلق الله أناس شكلها كويس وأناس آخرين شكلهم متواضع؟ أنا بعاني بقالي 29 سنة ومريت بفترات ضعف كتيرة وفرص ضايعة، هل أنا أتحاسب زي حد اتولد شكله كويس؟ ولا أنا أساساً وحش؟ ولا أنا إنسان وحش من الداخل علشان كده ربنا خلقني شكلي وحش؟ نفسي أعرف الإجابة من قدسك يمكن أرتاح. هقول لك يا حبيبي أو هقول لك، لأن اللي دايماً اللي بيهتم بشكله بيبقى في الغالب فيميل مش ميل أو بنت، يعني مفيش حد شكله وحش، مفيش حد شكله وحش، كل الناس شكلها حلو وكل واحد عنده جمال معين كده جميل، يعني عنده جمال. والدليل على كده ان في واحدة ممكن تشوفيها حد يشوفها يقول دي شكلها وحش، بس واحد جميل جدا جدا يتجوزها. ليه؟ لانه شايف فيها جمال كده مش موجود في اي حد تاني. فالجمال مش جمال جسدي وبس، ده جمال روحي وجسدي ونفسي وكله. انت تشوفي واحدة تقولي الله دي لذيذة قوي، دي جميلة قوي. اهتمي جدا انك تكوني جميلة من الداخل، اهتمي جدا ان جمالك الداخلي يضغي على جمالك الخارجي، جمال روحك، انك تاخدي المواضيع ببساطة ومحبة ودايما مبتسمة وما عندكش اي مشاكل. هتلاقي الناس هتشوفك الجميلة مش هتشوفك الوحشة. كان في مرة زمان عملت كتاب، كان عامل واحد من الكتاب الروس وانا قمت بترجمته، اسمه لاهوت الجمال. ولقيت ان قد ايه الواحد يعني ممكن تقريب العربي لانه هو نزل في السوق الطبع يعني، ونزل كان ان كل حاجة فيها جمال. يعني ايه جمال الشجرة؟ يعني شجرة كده، لكن ممكن تلاقي فيها جمال. ايه جمال الصحراء؟ انا لما كنت بمشي يعني لما بمشي في الصحراء دلوقتي بحس بالجمال الفظيع في الصحراء وفي الجبل وفي الصخور وفي كل حاجة. يعني الجمال ده رؤية، الجمال ده بيتشاف، مش جمال معين جسدي بس، جمال أبعد من كده بكتير خالص. فما تهتمش خالص بشكلك، ومش ربنا ما مش بيحبك عشان كده جابك مش جميلة، هو جابك جميلة، بس انتي بيني الجمال اللي جواكي مش الجمال الزائف. في انت زي ما انت عارفه ان مفيش حد دلوقتي حتى شكله هو ده شكل الطبيعي، يعني معظم الناس تحط تغير في شكلها جامد جدا، تحط ايلاش وتحط مش عارف ايه وتحط لبستكس معين وتفضل تحط 100 حاجه، وفي الاخر الجمال هو جمال، جمال الروح. في واحده تانية تلاقيها ما تحطش اي حاجه وشكلها ممكن الناس تقول عليه مش حلو، لكن هي جميلة، الناس تحب تقف معها، الناس تحب تسمعها. فأنتي ما بتقعديش تهتمي وتقولي ربنا خلق واحد شكله وحش واحد شكله حلو. لا حبيبي، ربنا خلق كل الناس حلوين وكل الناس جمال وكل واحد له جماله الخاص، بس أنتي عرفي فين نقطة الجمال بتاعتك وركزي عليها وربنا هيبارك لك إن شاء الله.